نشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم، إليكم أبرز العناوين. ممثلون عن الفصائل الفلسطينية يصلون إلى الجزائر لتجاوز انقسام الصف الفلسطيني قبل القمة العربية المرتقبة بالجزائر. مخيمات اللاجئين الصحراويين ثاني محطات المبعوث الأممي ديمستورا في جولته إلى المنطقة. لقاء بين عقيل صالح وعبد الله اللافي بحثا عن توافق إضافي حول خارطة طريق جديدة تخرج ليبيا من أزمتها. إيران تؤكد انحصار القضايا الخلافية في مفاوضات فيينا، والصين تؤكد معارضتها للعقوبات الأمريكية. وفي الاقتصاد، التضخم القياسي يسقط الأمريكيين في الفقر والتقشف، أزمة الرفوف الفارغة تجتاح المتاجر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتحضير للاستحقاقات المقبلة، لا سيما القمة العربية المرتقبة بالجزائر. واتفقا على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية لإطلاق مسار تحضيري يضفي المزيد من النجاعة على العمل العربي المشترك. كما سلم وزير الخارجية رمطان العمامرة رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون موجهة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد النهيان. استقبل سفير الجزائر بباريس محمد عنتر داود بالإليزي من طرف الأمين العام، ثم مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لسفارة الجزائر بفرنسا. وخلال اللقاءين رحب المسؤولان الفرنسيان باستئناف الاتصالات بين الطرفين، وأعربا عن أملهما في أن تفتح عودة السفير الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. في موضوع آخر، وصل وفد من حركة فتح الفلسطينية إلى الجزائر اليوم كأول ضيف ينزل بمطار هواري بومدين الدولي في السياق التمهيدي للمؤتمر الجامعي الذي دعا إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. هذا ووجهت الدعوة إلى 5 فصائل فلسطينية. الوفود الفلسطينية تصل الجزائر تباعا في سياق التمهيد للقاء الجامع الذي دعا إليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإنهاء الانقسام الفلسطيني قبيل القمة العربية المقررة في الجزائر. ممثلو الفصائل الفلسطينية يصلون إلى الجزائر وفق برنامج متفق عليه بداية من اليوم، حيث كان وفد حركة فتح أول الواصلين. الجزائر ترغب بالاستماع إلى كل فصيل فلسطيني على حدة وسماع وجهة نظره وتصوراته والتباحث مع الفريق الجزائري المكلف بالملف، كما تنظم سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقيادات جزائرية على أن تحدد الخطوة التالية على ضوء النتائج. المبادرة الجزائرية أطلقت رسميا بتوجيه الدعوة ل5 فصائل فلسطينية، وهي حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. القيادة الجزائرية تعول بحسب متابعين للملف على إرثها التاريخي والعلاقات المتينة بين البلدين والشعبين،
إضافة إلى حضورها القوي إقليمياً ودولياً وثبات مواقفها بخصوص القضية الفلسطينية، كما أنها لا تجد حرجاً في استضافة أي فلسطيني على أرضها لوقوفها على مسافة واحدة من كل الفصائل. هذه الأسابيع التي تسبق القمة العربية المنتظر عقدها بالجزائر شهر مارس ستكون حاسمة للوصول إلى وثيقة سياسية ترفع إلى القمة العربية تتضمن توافقاً فلسطينياً ككتلة واحدة على أولويات العمل الفلسطيني في الفترة المقبلة. ولمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا إبراهيم الرنتيسي من الضفة الغربية. أهلا بكم سيد إبراهيم. إذن بداية بفضل رصيدها في دعم القضية على مدار عقود، هل تعتقدون سيد إبراهيم أن مبادرة الجزائر ستلقى القبول وتنهي الانقسام بين الفصائل الفلسطينية الذي طال أمده هو فشلت وساطات كثيرة في إنهائه؟ نعم، في الحقيقة هو أمل بأن يتكلل الدور الجزائري هذه المرة بإنهاء الانقسام الذي كما أشرت طال أمده. بالتأكيد المهمة ليست سهلة، لكنها على الجزائر لا يوجد شيء صعب. في الحقيقة الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية موقف متميز، ويربط الجزائر علاقات متقاربة مع كافة الفصائل الفلسطينية، أي بالتالي ربما يساهم ويلعب دور الموفق بين الفصائل الفلسطينية، يقرب وجهات النظر أكثر. من المعروف الحقيقة بأن الخلاف الفلسطيني هو ربما على أمور فنية وليست جوهرية بالشكل الكبير. الكل يجمع من الفصائل الفلسطينية بأن خارطة الطريق يجب أن تكون عبر إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير، وبالتالي إشراك كل الفصائل الفلسطينية. بالتالي هناك أمل بأن تأتي هذه المرة يعني عبر بوابة الجزائر أن يتم حسم هذا الخلاف. نعم، نذكر بأنه هناك إضافة للعلاقات الجيدة التي تمتع بها كافة الفصائل الفلسطينية بالجزائر، نعم، بأن هناك أيضا تاريخ مشترك. نذكر إعلان الاستقلال عام 88 كان من الجزائر، بالتالي الأرضية مهيئة، لكن الأمور ليست سهلة. وربما حسب ما وصلنا من معلومات بأن اللقاءات ستكون في البداية استكشافية، كل الفصائل على حدة مع طيب سيد إبراهيم ممثلة من الرئاسة الجزائرية، على أمل أن تتكلل هذه اللقاءات في النهاية بإنهاء الانقسام أو خطوات عملية. طيب سيد إبراهيم، هل تعتقدون أن الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية أنضجت مواقف الفصائل بضرورة توحيد جبهة النضال ضد الاحتلال؟ كما أشرت لك سابقا، هناك قناعة لدى الشارع الفلسطيني، الفلسطينيين عموما، حتى الفصائل الفلسطينية، بأن هذا الانقسام مضر بالقضية الفلسطينية. هناك كثير من التحديات في الحقيقة تعصف بالقضية الفلسطينية، قضايا التطبيع، قضايا استمرار الاحتلال والاستيطان. الهم الفلسطيني كبير في الحقيقة، وهناك إجماع بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية والاتفاق على برنامج سياسي وإنهاء الانقسام هي أولى الخطوات حتى إنهاء الاحتلال والتفرغ لهم التصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. لكن في الحقيقة تقدمت في أكثر من محطة سابقة، سواء اتفاقات القاهرة، الجهود القطرية، حتى سابقا في تركيا كان هناك العديد من الجهود، حتى قبل أيام كان هناك دعوات من روسيا للفصائل الفلسطينية. بالتالي المحاولات كانت طويلة، وربما هذا ما يدفع المواطن الفلسطيني للمخاوف من أن هذه المحاولة ستفشل، لكن الأمل ما زال قائم، والأمال الآن تتجه إلى الجزائر على أمل أن تحقق الجزائر ربما المعجزة إن صح التعبير، وأن يتم إنهاء الانقسام. ربما كما أشرت لك سابقا، العلاقة الجيدة للجزائر مع كل الفصائل الفلسطينية، العلاقة التاريخية، ربما تساهم في كسر هذا الجمود، وأن نعم. يكون هناك بالفعل هذه المرة نعم. سيد إبراهيم، إذن الجزائر تسعى إلى إخراج القضية الفلسطينية من ساحة المناكفات العربية لتعود قضية الأمة المركزية من جديد، هل ستغتنم الفصائل هذه الفرصة برأيك سيد إبراهيم؟
نأمل ذلك، الشارع الفلسطيني يأمل ذلك فعلا، أن يستغل هذه الفرصة من قبل المبادرة الجزائرية يعني توحيد الجهود أو حتى الخروج على الأقل خطوة عملية لتقريب وجهات النظر الفلسطينية. نعم. كما أشرت لك هناك إجماع فلسطيني على برنامج سياسي مرحلي على الأقل بإنهاء الاحتلال، إقامة دولة فلسطينية، يعني أن يكون هناك إصلاح لمنظمة التحرير، لكن الآلية الخطوات العملية هي التي تفوت الفصائل الفلسطينية، أو الدخول في بعض التفاصيل هي التي كان يخرب هذا الجهد. مؤكد. نعم. بأن هذا تخريب الجهد ومصلحة إسرائيلية، مصلحة للاحتلال الإسرائيلي، عدم وحدة الفلسطينيين هو مصلحة للاحتلال الإسرائيلي، هو المستفيد الأول من ذلك. نأمل أن يتم أن تتكلل الجهود الجزائرية هذه المرة بأن يتم إنهاء الانقسام وتتحقق الوحدة الفلسطينية. نعم. سيد إبراهيم الرنتيسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الضفة الغربية فلسطين، شكرا جزيلا لك على كل هذه الملاحظات. حل اليوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيفان ديمستورا بمخيمات اللاجئين الصحراويين في زيارة تدوم يومين، حيث من المقرر أن يلتقي في ختامها الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي. الزيارة شهدت وقفة لحشود من اللاجئين المطالبين بالاستقلال. موفد قناة الجزائر الدولية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين وفنا بالمراسلة التالية، نتابع. بالرايات والهتافات واللافتات المطالبة بالاستقلال، استقبل اللاجئون الصحراويون في مخيمات تندوف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان ديمستورا في ثاني محطة له خلال زيارته الأولى للمنطقة. اللاجئون الصحراويون أبدوا امتعاضهم من فشل البعثات الأممية المتوالية في حل النزاع الصحراوي على مدار عقود. انتهاك في الحقوق وانتهاك حقوق الإنسان، ولا خلات عينة من الإجرام ما عدلتها لنا نحن، وطالبين مولانا عند المبعوث اللي جدريك يعطينا حل سريع. لا ديمستورا، وهناك ثلاث عقود ونحن نعانوا، عانينا الكفر هنا، فيجب علينا ما أخذ بقوة لا بالكفاح والسلاح، نفدي الصحراء بالأرواح. وفي انتظار الكشف عما تحمله حقيبة ديمستورا للصحراويين خلال لقائه بالأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب إبراهيم غالي، لا تبدو مهمة المبعوث الأممي الجديد سهلة في ظل تجدد الحرب بين طرفي النزاع في أعقاب خرق جيش الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة القرقرات قبل أزيد من عام. بالفعل انخرطنا بكل جدية ومسؤولية في العملية السلمية التي طرعها الأمم المتحدة الصحراء الغربية منذ العام 1991. قدمنا العديد من التنازلات، بعضها مؤلم ولكنها كانت تنازلات في سبيل تحقيق السلم. بعد قرابة 30 سنة اتضح لنا، ولم نكن في واقع الأمر بحاجة إلى دليل على أن دولة الاحتلال المغربية غير راقبة في الحل السلمي في ظل تقاعس مؤسف لمجلس الأمن. لا تعلق جبهة البوليزاريو أملاً كبيرة على أولى زيارة المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية ستيفان ديمستورا، فعلى مدار ثلاثة عقود توالت تباعاً الزيارات إلى المنطقة من قبل جيمس بيكر، وبعده بيتر فان فالسوم، ثم كريستوفر روس، وبعده أخيرا هورس كولر، دون تحقيق تقدم يذكر في مسار التسوية الأممية. اليوم ومع عودة الكفاح المسلح بين الطرفين المغربي والصحراوي، لا تبدو مهمة ديمستورا سهلة في إسكات صوت البنادق في الوقت الراهن على الأقل بسبب التعنت المغربي. مبارك دفة من مخيم سمارة للاجئين الصحراويين، قناة الجزائر الدولية. وبعد لقاءات متتالية وصفت بالتقاربية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، جاء لقاء السبت بين عقيل صالح وقيادات من المجلس الرئاسي، لقاءات تستهدف التوافق حول خارطة طريق للمرحلة المقبلة، في وقت كان قد أعلن أعضاء من مجلس النواب عن عقد جلسة الاثنين المقبل للنظر في مسألة استمرار حكومة الوحدة الوطنية. بشرق البلاد تزداد كثافة التقارب بين مجلس النواب وهيئات فاعلة أخرى في مسار أزمة ليبيا،
نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي يصل مطار الأبرق ومنه إلى مدينة القبة للقاء رئيس البرلمان عقيل صالح، لقاء يظهر جليا أن فحواه لا يخرج عن سياق بحث خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة بعد فشل إجراء انتخابات 24 ديسمبر، باعتبار أن الهيئة تمثل أحد أبرز المتحكمين في خيوط اللعبة السياسية داخل ليبيا كما يذهب إلى ذلك مراقبون. لم يكن التعويل على مجلس النواب ضمن مسارات حل الانسداد الحاصل محل التقارب بينه وبين المجلس الأعلى للدولة فحسب، فأطراف عدة تنظر إلى هيئة عقيل صالح مفتاحا لعدة مشاكل ملموسة. المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أكد في وقت سابق على ضرورة لعب المجلس دورا في الدفع بمسار الانتخابات إلى الأمام على ضوء خارطة طريق واضحة المعالم بما يلبي طموحات الشعب الليبي. المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامس التي توسع مشاوراتها بخصوص الملف تشدد من جهتها على تولي مجلسي النواب والأعلى للدولة مهامهما انطلاقا من أولوية المصالحة الوطنية، مؤكدة أن التركيز يجب أن يكون على العملية الانتخابية، فالعلاج ليس في تشكيل حكومة انتقالية أخرى بما أن ليبيا شهدت 5 فترات انتقالية، في إشارة منها إلى ضرورة ابتعاد الأطراف المعنية عن البحث عن قائد انتقالي آخر بل الوصول إلى حكومة ورئيس منتخبين وفق أساس قانوني ودستوري قوي. وينضم إلينا من لندن الأستاذ عبد الله الكبير المحلل السياسي الليبي، أهلا وسهلا بك سيد عبد الله. أهلا، تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين والمتابعين. مرحبا. إذن بداية بعد لقاء عقيل صالح بخالد المشري، لقاء آخر اليوم بين عقيل ونائب رئيس المجلس الرئاسي، كيف تصفون جدوى هذا التقارب الذي يريده مجلس النواب؟ نعم، هذا التقارب الذي تم أولا بين رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أعتقد أنه كان يدور حول تشكيل حكومة جديدة، تغيير حكومة الوحدة الوطنية، نعم، والإتيان بحكومة جديدة، وأيضا تغيير المناصب السيادية. والمعلن هو أنهما ناقشا المسار الدستوري أو تفعيل مسودة الدستور، لكن في الحقيقة أن المشاورات بينهما لا تعدو موضوع تغيير الحكومة وتقاسم المناصب السيادية والمناصب الوزارية بينهما. نعم. اليوم كان هناك لقاء آخر بين نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية أو غرب ليبيا السيد عبد الله اللافي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. بالأمس السيد عبد الله اللافي كان في اتصال هاتفي مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وكان الحديث بينهما يدور حول ضرورة وضع خارطة طريق سريعة تؤدي إلى الانتخابات. إذن ستكون مباحثات اللافي مع عقيل صالح اليوم هو حول هذه الرسالة الأمريكية، وهو ضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات، نعم، وتحذيره من مغبة السير في موضوع تشكيل حكومة جديدة لأنها لن تحظى باعتراف دولي. طيب، البرلمان سيجتمع يوم الاثنين المقبل، هناك 15 نائبا موالون لحفتر طالبوا في رسالة رسمية وفي بيان رسمي، نعم، طالبوا بإدراج موضوع تغيير الحكومة في جلسة يوم الاثنين بشكل رسمي، وهذه إشارة أو إعاز من عقيل صالح لكي يضمن موضوع تغيير الحكومة في جلسة يوم الاثنين، ومن ثم موضوع الانتخابات لن يكون مطروحا إلا بشكل عرضي. تركيزهم الآن حول التمديد لأنفسهم، وأقصد هنا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والهيمنة على الحكومة من خلال تغييرها وتقاسم المناصب السيادية والوزارية. نعم سيد عبد الله، إذن أطراف عدة تصف مجلس النواب بمفتاح المشاكل المطروحة، هل الحل بيد مجلس النواب فعلا؟ مجلس النواب
يستطيع أن يكون جزءا كبيرا من الحل. ولكن للأسف مجلس النواب واقع تحت هيمنة عقيلة صالح وبعض النواب المؤيدين لحفتر، وهؤلاء لا يتحدثون بلغة الوطن. أغلب أعضاء مجلس النواب لا يحضرون الجلسات الرسمية. القلة التي تحضر وتسيطر على مجلس النواب تزيره لمصلحة طرف سياسي واضح، وهو خليفة حفتر وحليفه عقيلة صالح. وأغلب القرارات التي صدرت عن مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وليس خلال الفترة الماضية فقط، بل أغلبها صدرت دون نصاب كافي وبالمخالفة للإعلان الدستوري، ولعل آخرها القوانين الانتخابية المعيبة التي سببت في فشل انتخابات 24 من ديسمبر. وفي تقديري أنه إذا استمر مجلس النواب في هذا النهج، وهو عدم وضع خطة حقيقية للوصول إلى الانتخابات وبقوانين متوافق عليها ولا تسبب هذا الارتباك وهذا الفشل، ستعود ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وستجتمع بلجنة الحوار السياسي، وستستلم هذه اللجنة المبادرة من جديد لوضع قاعدة دستورية ووضع خطة للانتخابات قبل أن ينتهي الأجل المحدد لخارطة طريق تونس جنيف التي ينبغي أن تنتهي في 21 يونيو المقبل. طيب إذن هل تعتقد أن الأطراف المعنية بالعملية السياسية ستتوافق على تاريخ للانتخابات يكون قبل الشهر جوان المقبل؟ لا للأسف، بالنسبة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيضيعان الوقت في الاجتماعات وفي تشكيل اللجان وفي الزعم بأنهم سيبحثون المسار الدستوري، ولكن لن يحددوا موعدا للانتخابات. سيحاولون تمطيط الوقت حتى يأتي شهر يونيو، أي قبل نهاية موعد خارطة الطريق بشهر واحد، وسيشكلون حكومة جديدة، وهذه الحكومة الجديدة تستلم من حكومة الدبيبة الحكومة الحالية عندما يأتي أجل نهاية خارطة الطريق في يونيو. إذن هم الآن يريدون فقط كسب الوقت حتى يأتي شهر مايو ويشكلون هذه الحكومة الجديدة. هم لا يريدون الانتخابات لأن هذه الانتخابات ستزيحهم عن المشهد، وهم لا يريدون أن يغادروا، لقد استمرأوا السلطة ويريدون الاستمرار. وأعتقد أن هذه الحقيقة وهذه القناعة قد توصل إليها غالبية الشعب الليبي. المحلل والسياسي عبد الله الكبير، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. قالت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة خاصة تابعة لقائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر حطت في الأراضي المحتلة لعدة ساعات، وأشار مراقبون إلى أن الطائرة أقلعت من ليبيا متجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الليبية عبد الحميد الدبيبة اجتمع في عمان الأردنية بمسؤولين إسرائيليين الأربعاء الماضي، غير أن مكتب الدبيبة نفى هذه الأخبار. أعلنت السويد أنها ستسحب خلال العام الجاري قواتها المشاركة ضمن البعثة الخاصة الأوروبية التي تقودها فرنسا في الساحل الإفريقي. وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليند على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في غرب فرنسا إن بلادها قررت الانسحاب هذا العام من قوة تاكوبا، وكان البرلمان السويدي وافق في 2020 على نشر قرابة 150 جندي في مهمة تاكوبا. أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي أن أكثر من 1.5 مليون شخص نزحوا جراء العنف في دول الساحل الإفريقي خلال السنوات العشر الأخيرة. وحسب مفوضية شؤون اللاجئين فقد ارتفعت نسبة النزوح الداخلي 10 أضعاف منذ عام 2013 من 217 ألف شخص إلى حوالي 1.1 مليون شخص بحلول أواخر عام 2021.
حل مبعوث الاتحاد الافريقي بالسودان حاملا مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وحل حالة الأزمة التي تعصف بالبلاد، في وقت أعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الخاص للقرن الافريقي سيحضران اجتماع أصدقاء السودان في الأيام المقبلة في مسعى لإنجاح المبادرة الأممية وتسهيل المرور للحكم المدني. مبعوث الاتحاد الافريقي يحط الرحال بالسودان ويبعث برسالة خطية لرئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان كأول خطوة في المسعى الجديد لتجاوز حالة الانسداد السياسي، رسالة أكد فيها أن الاتحاد الافريقي مستعد لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف في السودان. المبعوث الافريقي كشف أن المباحثات ستشمل مختلف القوى السياسية السودانية ولجان المقاومة. في الأثناء أعلن البيت الأبيض أن مساعدة وزير الخارجية والمبعوث الخاص الجديد للقرن الإفريقي سيحضران اجتماع أصدقاء السودان في الرياض خلال الأيام المقبلة على أمل حشد دعم دولي للبعثة الأممية لتسهيل عملية الانتقال المدني. في أولى بوادر الانفراج تلقت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي دعوة رسمية للمشاركة في المبادرة الأممية ليقرر تحالف التعاطي مع المبادرة، مشترطا إنهاء ما تم وصفه بالانقلاب ورفع حالة الطوارئ ووضع دستور جديد وتحقيق الانتقال المدني الكامل لتسيير المرحلة القادمة. لن نتفاوض على شراكة جديدة مع المكون العسكري، بل على الجيش أن يطلع بمهامه في حفظ الأمن والابتعاد عن العملية السياسية في البلاد. الشراكة مع المكون العسكري في الفترة الماضية أملتها ظروف معينة، وقد تبين أنه كان يطمح للسلطة، لذلك انقلب على عملية التحول المدني الديمقراطي. في المقابل رفضت لجان المقاومة الدخول في أي شراكة جديدة مع قوى الحرية والتغيير بسبب إخفاقها في تجربتها الماضية على حد وصفها. بين المبادرات والتوجسات والاشتراطات يبدو أن الهدوء لن يعود قريبا إلى الشارع السوداني. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي فييب سيزوران إثيوبيا هذا الأسبوع، ومن المنتظر أن تركز الزيارة على حث أديس أبابا على المساعدة في إنهاء الصراع في البلاد. وأضافت الوزارة في بيان أن المبعوثين سيشجعان المسؤولين الحكوميين على اغتنام الفرصة الراهنة للسلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من العمليات القتالية وإرساء الأساس لحوار وطني شامل. شهدت عدة مؤسسات دولية ومحلية في العراق موجة هجومات متتالية بصواريخ وطائرات مسيرة من دون طيار في أماكن متفرقة في البلاد، وعزى خبراء ومسؤولون عراقيون هذه الهجمات إلى جهات تريد ضرب استقرار البلاد. تتزايد المخاوف الأمنية في العراق يوما بعد يوم بسبب وقوع أكثر من هجوم في الساعات الماضية على عدة مؤسسات أمنية دولية ومقار محلية، فقد تعرضت مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار لهجمات بصواريخ وقنابل وطائرات مسيرة. فبعد الهجوم على محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد واستهداف هجوم آخر مقر تحالف تقدم الحزبية هناك، مصادر أمنية عراقية ذكرت أيضا أن 3 صواريخ جراد عيار 122 استهدفت قاعدة زلكان التركية في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى شمالي البلاد، مؤكدة أنه ليس الأول، ومن دون الإشارة إلى مصدر الهجوم الذي وصفته بالمجهول. خلية الإعلام الحربي العراقي أعلنت بدورها اليوم عن اقتراب 3 طائرات مسيرة فجرا من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين. الطائرات المسيرة شهدت بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية التي سارع جنودها بإطلاق النار لإسقاطها بعد تأكدهم من أنها طائرات معادية، إلا أنها أفلتت منهم سريعا.
خبراء أمنيون ومسؤولون عراقيون يعزون تلك الهجمات لفصائل مسلحة قد تكون تابعة لأطراف خارجية تريد ضرب استقرار البلد أو لأحزاب سياسية متناحرة على السلطة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن سلوك الغربيين يتناقض مع تصريحاتهم بخصوص مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني. يأتي هذا في وقت يبدي المشاركون في المفاوضات تفاؤلهم حول سير المفاوضات في جولتها الثامنة. ثامن جولات مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني يطغى عليها التفاؤل برسو مفاوضي الجمهورية الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث على تطابق في القضايا الخلافية المسببة لبطء في سير المفاوضات طيلة الجولات السابقة. وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها كتبت إن المجتمعين سيعودون إلى بلدانهم للتشاور ومناقشة ما اتفق عليه في مسودة أولية على أن يتواصل اجتماع الخبراء دون توقف. تفاؤل إيران يشوبه توجس إزاء ما تدعو إليه الدول الأوروبية وما تطبقه ميدانيا. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن سلوك الغربيين بالمقارنة مع تصريحاتهم بأنهم قلقون ومستعجلون وعدم المبادرة لديهم مؤشر إلى وجود تناقض بين أقوالهم وأفعالهم. من جهتها الصين وعلى موقع وزارة خارجيتها جددت معارضتها للعقوبة أحادية الجانب من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران مؤيدة الجهود الرامية للاتفاق المبرم سنة 2015 بين القوى الكبرى وإيران. كما أبدت روسيا تفاؤلها بالتقدم الحقيقي والرغبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق. يحدث كل هذا في وقت خرجت المتحدثة باسم البيت الأبيض وعلى لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت إن هذا الأخير أكد أنه إذا لم نتوصل إلى التفاهم قريبا بشأن العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي فيستعين علينا التفكير في مسار مختلف للمضي قدماً. في تصريح يراه المتتبعون لتقدم سير المفاوضات بفيينا بالذي قد يطيل من عمرها أكثر. تتواصل في 9 محافظات أرجنتينية حرائق الغابات ومنها حريق التهم 6000 هكتار من الغطاء النباتي للبلاد. ويواجه رجال الإطفاء وأفراد الدعم بمساعدة 5 طائرات أكثر هذه الحرائق شدة بالقرب من مدينة باريلوتشي التي تبعد 1500 كيلومتر جنوب العاصمة بوينس آيرس. وقالت مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق في الأرجنتين لورينا أوجيدا إن الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 35 و40 درجة تساهم في استمرار انتشار الحرائق التي اندلعت منذ 6 ديسمبر من العام الماضي. أخبار والاقتصاد بعد هذا الفاصل. وأخبار الاقتصاد دائما مع زميل وليد مذكور. أهلا وسهلا. أهلا زميلي رمزي. إذن في المستهل أنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع مسجلة أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر، وحققت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت مكاسب أسبوعية قياسية مرتفعة بأكثر من 5.4% خلال الأسبوع المنتهي، لتتجاوز عند تسوية الجمعة 86 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار و70 سنتا مرتفعة بأكثر من 2% لتلامس 84 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية فاقت 6% في رابع أسبوع من التداولات الإيجابية، في وقت توقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام.
إذن في موضوع آخر، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنخفض أسعار النفط خلال العام الجاري بالمقارنة مع المستويات المسجلة السنة الماضية. الهيئة الدولية التي تمثل مصالح الدول المستهلكة للطاقة توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت $75 للبرميل العام الجاري، لتصل إلى $68 للبرميل العام المقبل. الوكالة وفي تقريرها لشهر جانفي الجاري بررت خفض توقعات بتحول انخفاض مخزونة النفط العالمية خلال العام المنتهي بزيادة المخزون في السنة الجارية والمقبلة كذلك. نفى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مسؤول شركة غازبروم الروسية عن أزمة الغاز في أوروبا. نوفاك في حديث لقناة روسية محلية اعتبر تصريح مدير وكالة الطاقة الدولية محاولة لإلقاء اللوم على الآخرين في ظل المشاكل التي تواجه المستهلكين الأوروبيين، قبل أن يبرر الأزمة بموسم الشتاء القارس وتوجيه الغاز المسال الأمريكي إلى الأسواق الآسيوية بحسب المسؤول الروسي. أستغرب تصريح مدير وكالة الطاقة الدولية، وهي منظمة مرموقة، حيث يحاول إلقاء اللوم على الآخرين في ظل المشاكل التي تواجه المستهلكين الأوروبيين. لا مسؤولية لغازبروم أو روسيا عن ذلك. الاتهامات الموجهة إلينا بعدم توريد كميات كافية من الغاز إلى أوروبا أكاذيب، وأزمة الطاقة في أوروبا نتاج موسم الشتاء الطويل الذي أجبر على استهلاك كميات كبيرة من الغاز في المخزونات تحت الأرضية وتوجه الغاز المسال الأمريكي إلى الأسواق الآسيوية. ودفع الارتفاع القياسي والتاريخي في أسعار الاستهلاك بالكثير من الأمريكيين إلى تبني التقشف كسبيل حتمي لتجاوز تآكل مكاسب الأجور وارتفاع زيادات نفقة العائلات وركود النشاط التجاري، وضع أجبر العديد من الأمريكيين على تغيير مقرات عملهم ونشاطهم للتكيف مع الحالة الاقتصادية المتطورة. تقوم ويتني بإعادة عرض منتجاتها مع إقرار تخفيضات مغرية على سلعها في محاولة لإعادة النشاط لمتجرها بعدما تسببت موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة في هجرة الزبائن. إذا استمر أي شيء في الارتفاع فيبدو أننا سنضطر إلى إجراء تعديلات شديدة على ميزانيتنا لمجرد الحفاظ على حد أدنى من النفقات. ويتني لا تستبعد أن تغادر مدينة سان فرانسيسكو في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار كراء المنازل وتقلص أرباحها بشكل ملحوظ. إنه مصدر ضغوط كبيرة بالنسبة لنا، نحن نعمل مع السياح لحسن الحظ، لكن النشاط ضيق ومحدود جدا خاصة خلال الأشهر الستة الماضية. في حال تواصل الوضع سأغادر المدينة أو أغير النشاط. التضخم الزاحف في أكبر اقتصادات العالم لم يستثني سلعة أو خدمة في جميع ربوع الولايات المتحدة، فأسعار المواد الغذائية تضاعفت خلال العامين الفارطين في موجة ارتفاع أثارت امتعاضا كبيرا وسط الأمريكيين. عندما تصل أسعار المواد الغذائية الضرورية للبقاء على قيد الحياة فإن ذلك يصبح أمرا صعبا بعض الشيء. لقد اعتدت أن أنفق $100 أو $150، الآن أغادر المتجر مقابل $200 و $220 لنفس السلع. ارتفاع تكاليف العيش بالولايات المتحدة لم يؤثر فقط على أصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، فالموظفون في عمالقة التكنولوجيا والشركات الكبرى هم كذلك لم يسلموا من تداعيات ظاهرة التضخم التاريخية. كان هناك تضخم في كل شيء، تكاليف التسليم وأعباء الإنتاج، كل شيء يبدو وكأنه آخذ في الارتفاع. يجب أن تكون أكثر انتقاء في توجيه النفقات وأماكن الاستهلاك. قفزت معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية بأسرع وتيرة لها الشهر الماضي منذ قرابة 40 عاما، مما أدى إلى زيادة نفقات الأسر وتآكل مكاسب الأجور
والضغط على الرئيس جو بايدن والاحتياطي الفيدرالي لمواجهة ما أصبح يمثل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي. بالتزامن لا تزال أزمة تعطل سلاسل التوريد تضغط على أكبر اقتصادات العالم في أعقاب توسع نطاق مشاهد الرفوف الفارغة عبر جل متاجر الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة تتوقع جمعية علامات التجزئة الأمريكية تعمقها بفعل شح اليد العاملة وتوقف خطوط الإنتاج بسبب تفشي متحور أوميكرون. داخل هذا المتجر بفلورنسا إحدى ضواحي كارولينا الجنوبية تبدو الرفوف الفارغة مشهداً معتاداً بعد تفاقم أزمة الإمدادات عبر أنحاء أكبر اقتصاد في العالم بفعل ارتفاع تعداد المصابين بالمتحور أوميكرون السريع الانتشار والعواصف الثلجية، وضع نتج عنه شح في جميع السلع والمنتجات. ما نراه في جميع أنحاء المتجر نتاج نقص المعروض، هناك شكاوى من شح كل السلع والمواد من الحبوب والمنظفات إلى طعام الحيوانات الأليفة، وجميع الفئات تواجه نفس التحديات. أزمة ندرة بلغت حد نفاذ كلي واختفاء ل10% من السلع في السوق الأمريكية مع توقعات بتفاقم الوضعية إلى 15% في غضون الأسبوع المقبل. لدينا مزيج من طلب المستهلكين الهائل الذي لم يتضاءل منذ بداية الجائحة في مارس 2020. الطلب ارتفع بنحو 11% على أساس سنوي، أمر لا يصدق في فترة الأزمات. وضعية غير مسبوقة تبررها جمعيات تجار التجزئة الأمريكية بنقص في سائقي مركبات الشحن، ناهيك عن إصابة فئات واسعة من الموظفين بالمتحور الجديد. وصلتنا تقارير من شركات عن توسيع اختبارات الإصابة بكوفيد 19 في الأسبوعين الماضيين أكثر مما كانت عليه في عام 2020 بأكمله، ما فاقم من تعداد المصابين ودفع بالشركات نحو إغلاق خطوط التصنيع بشكل استباقي، ما يؤدي إلى عدم كفاية العرض. حالة نادرة دفعت بالمهنيين لإطلاق صفارات الإنذار لتوسيع حملة التلقيح وسط العاملين في المتاجر وسوق التجزئة لتجنب الأسوأ. ينبغي التسريع في فحص القوة العاملة الأساسية، ويتعين علينا الإبقاء على العمال الأساسيين في الخطوط الأمامية بإجبارهم على التلقيح. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لأكثر من 80,000 سائق شحن بعدما دفع المتحور أوميكرون بأكثر من 700,000 عامل في تجارة التجزئة للخضوع للحجر الصحي والتغيب عن العمل. آخر تقرير في الحصاد الاقتصادي يعود لك زميلي رمزي. شكرا جزيلا لك وليد. من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة بعد هذا الفاصل. وأخبار الرياضة مع زميل عصام. أهلا وسهلا عصام. أهلا بك رمزي، أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى الحصاد الرياضي. إذن ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة تمكن المنتخب النيجيري من الفوز على نظيره السوداني بواقع 3-0 لتتصدر نيجيريا المجموعة بست نقاط كاملة، فيما تجمد رصيد منتخب صقور جديان عند نقطة واحدة في المركز الثالث. وتلعب في هاته الأثناء مباراة مصر أمام غينيا بيساو، والفراعنة يبحثون عن الفوز الأول لهم بعد التعثر في الجولة الأولى، وغينيا بيساو يسعى للفوز بعد نتيجة التعادل السلبي أمام السودان في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، ويخيم لحد الآن التعادل السلبي على نتيجة المباراة. عقد الناخب الجزائري جمال بلماضي ندوة صحفية اليوم بمدينة دوار الكاميرونية قبل مواجهة غينيا الاستوائية غدا، وأكد بلماضي أن الهدف الأول للمنتخب الجزائري يبقى الفوز في كل المباريات القادمة.
وتابع الناخب الجزائري أنه عاين جيدا منتخب غينيا الاستوائية أمام كوديفوار، وقال إن طريقة لعبه تشبه طريقة لعب المنتخبات اللاتينية. فريق يمكن أن يخلق مشاكل في هذه المجموعة كما حدث مع تونس. طريقة لعبه تشبه طريقة لعب المنتخبات اللاتينية لأن أغلب لاعبيهم نشأوا في البطولة الإسبانية. الحالة الذهنية بكل بساطة موجهة للفوز في المباراة القادمة. في جميع الحالات وضعنا الرتوشات الأخيرة للمقابلة التي ستكون صعبة أكثر من الأولى. هدفنا الأول هو الفوز بالمقابلة بكل تأكيد. لنكن واقعيين، لن تكون مفاجآت كبيرة. تمكننا من مشاهدتهم وأخذ ملاحظاتنا التي استخلصناها من مباراة الكوت ديفوار. نؤكد ما اعتقدنا حول هذا المنتخب. وللحديث أكثر عن المنتخب الجزائري نربط الاتصال بموفد قناة الجزائر الدولية إلى الكاميرون. كريم بالعربي، مساء الخير. مساء الخير عصام لك ولكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. أهلا بك كريم. إذن كيف كانت آخر حصة تدريبية للمنتخب الجزائري أمسية اليوم، وهل كان التعداد مكتملا؟ إذن عصام، المنتخب الجزائري أجرى آخر حصة تدريبية له هنا بهذا الملعب، ملعب جابوما، الذي سيحتضن مباراة المنتخب الجزائري أمام النظير والغيني بداية من الساعة 8. الحصة التدريبية عرفت غياب الثلاثي حارس المرمى حارس ضمك السعودي زغبة مصطفى زغبة، بالإضافة إلى رامز زروقي الناشط في التفنتي الهولندي، بالإضافة إلى مهاجم نادي نابولي آدم الناس. هذا الثلاثي غاب عن الحصة التدريبية وبالتالي سيغيب رسميا عن مباراة الغد أمام المنتخب الغيني. كما قلنا ستنطلق بداية من الساعة 8، وقبل هذه المباراة هناك مباراة أخرى تجمع المنتخب الإيفواري أمام السيراليون، وهي ربما النقطة السلبية كون الأرضية أرضية الميدان ستتأثر بالمباراة الأولى، وبالتالي فإن المنتخب الجزائري الذي عانى في مباراة الأولى أمام السيراليون من سوء أرضية الميدان سيعاني أكثر ربما في مباراة الغد أمام المنتخب الغيني. شكرا كريم. إذن ما هو برنامج المنتخب الجزائري ليوم غد؟ أكيد عصام أن المنتخب الجزائري وكما جرت عليها العادة ستكون هناك ربما جولة خفيفة للاعبين من طرف الطاقم الفني ربما لإزالة الضغط على اللاعبين، خاصة أن المباراة الأولى انتهت بالتعادل، وبالتالي فإن المنتخب الجزائري مطالب غدا إن شاء الله بالفوز للتأهل، ولو كما قلنا سابقا بحوالي 80-90% سيتأهل إلى الدور المقبل للدور ثمن النهائي. وبالتالي فإن اللاعبين رغم أن المدرب جمال بلماضي قال أن الضغط هو من صنعه للاعبين أو بالفعل للاعبين الضغط، قال أن هو يحب الضغط لأنه مباراة من دون الضغط لا يعتبرها مباراة، وبالتالي فهو يحب التحديات، وبالتالي حتى اللاعبين هم أيضا مجبرون على التعامل مع هذا المدرب الذي يعشق التحديات، وهذا التحدي الذي واضح تركه أو نعم هذا التحدي ترك المدرب جمال بلماضي يصنع اسما في الكرة الجزائرية بتتويجه بالكأس أمم أفريقيا 2019، بالإضافة إلى تسجيله لسلسلة من المباراة دون هزيمة وصلت إلى 35 مباراة دون هزيمة. كريم بالعربي موفد قناة الجزائر الدولية إلى الكاميرون، شكرا على كل هذه الإيضاحات. وبالعودة إلى الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الجزائري جمال بلماضي، أكد مدافع الخضر يوسف عطال أن كل اللاعبين على دراية بالمهمة التي تنتظرهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا أنه ورفاقه يسعون للفوز في كل المباريات والحفاظ على اللقب القاري. من الجيد أن تدخل المنافسة بفوز لأجل انطلاقة جيدة، لكننا عملنا جيدا وأضعنا العديد من الفرص.
كنا جيدين لكن كان ينقصنا بعض الأشياء منها الفاعلية. عموما أدينا مباراة لا بأس بها. الآن يجب علينا النظر إلى الأمام والتركيز على اللقاء القادم وتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة الأولى ونكون أكثر فاعلية في الأمام. كما أكد مدرب منتخب كوت ديفوار باتريس بوميل اليوم في مؤتمر صحفي أنه عاين جيدا طريقة لعب المنتخب الجزائري أمام منتخب سيراليون، وقال إن المنتخب الجزائري متكامل وطموح ويملك لاعبين يمتازون بالسرعة. نعم، كان لدينا وقت كافي لكي نحلل أداء منتخب سيراليون أمام الجزائر. المنتخب الجزائري لعب بطريقته الخاصة أمام سيراليون. الجزائر تمتلك أيضا منتخب متكامل وطموح ويلعب بطريقة دفاعية ولديه لاعبون يمتازون بالسرعة، وأظن أننا حللنا الكثير من مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا وكانت نفس النتيجة. نحن واعون بالقوة التي يمتلكها المنتخب الجزائري. نبقى دائما مع أخبار كأس أمم إفريقيا وأخبار المنتخب الجزائري الذي أجرى آخر حصة تدريبية له اليوم قبل مواجهة غينيا الاستوائية يوم غد. هذا وصرح لاعبو المنتخب الجزائري أنهم يسعون لتدارك نتيجة المباراة الأولى أمام سيراليون، خاصة وأن لقاء الغد سيلعب ليلا. كما عبر لاعبو المنتخب الجزائري عن فرحتهم لدعم الأنصار لهم والوقوف لجانبهم في كل مرة. احنا مطالبين بالفوز في اي مباراه ماشي غير المباراه هذه. في تما ديبي تاعنا وين ما كانش تما كما كنا حابين، وحنا وين كرينا بزاف لي زوكازيون ما وفقناش ربي، وان شاء الله قلت لك غدوه راح نكونوا بيا في نهارنا ان شاء الله باش نفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. والله السلام عليكم. وعلى بالنا احنا ماشي سهله المباراه اللي جايه باسكو لي ماتش كامل مش سهلين في الافريق، وحنا رانا حضروا مع الجروب وان شاء الله لا فيكتوار باش نفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله في اخر غدوه ان شاء الله. مباراه ضد غينيا غدا راح تكون مباراه صعبه، سورتو كونتر ادفيرسير اللي يلعب مليح بالون، شفناه كيفاش يحط بالون في الارض، سورتو لي جوار تاعهم كاع يلعبوا في الاسبان، متكونين في اسبانيا يعرفوا يلعبوا كره كيما كنت تشوفوك عايشين هنا ما مع 8 ولا 12 كيف كيف رطوبه وحراره. احنا ماناش نتحجوا بهذه الامور، ميم كي درنا ماتش نيل وما حكيناش على الامور هذه. نظن ان شاء الله نكونوا غدوه في المستوى ونفوز بالمباراه. نبقى دائما مع نجوم المنتخب الجزائري حيث يحظى اقول نجم المنتخب الجزائري رياض محرز بشعبيه كبيره لدى الكاميرونيين، حيث يعتبر نجم المانسيتي المطلب الاول للمعجبين به بمدينه دوالا. هذا ما وقف عليه كريم بالعربي موفد قناه الجزائر الدوليه الى الكاميرون. رغم امتلاك المنتخب الجزائري للعديد من النجوم الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية، إلا أن نجم السيتي رياض محرز سرق كل الأضواء هنا في الكاميرون. اسمه صار على كل لسان ولقاؤه بات حلم كل كاميروني عاشق لصاحب القدم اليسرى الساحرة. مونيدول سي مارس دي سيتي. C'est un joueur que j'ai préféré, j'ai adoré, que j'aime beaucoup. On a tous les mains aimé Mahrez, tous les Camerounais aiment Mahrez. Je suis content de voir Mahrez dans le sol camerounais. Je suis sûr de moi que Mahrez va remporter le coupe. Mahrez, je suis sûr de Mahrez. L'un des grands meilleurs joueurs africains que l'Afrique. Et nous sommes fiers d'être avoir un joueur de ce niveau qui représente l'Algérie et qui joue dans un très grand club à Manchester United, qui est un leader en plus de Manchester United et un City. Et pour moi, un constat, Mahrez est un phénomène. Moi, je l'aime. ما إن حطت قدماه أرض الكاميرون بدأت الجماهير العاشقة لنجم السيتي في البحث عن أفضل طريقة للوصول إليه، فقط من أجل أخذ صورة تذكارية أو توقيع يبقى محفورا في ذاكرة صاحبه مدى الحياة. أمر إن دل على شيء فإنه يدل على الشعبية الجارفة لنجم السيتي والتي سبقته إلى الكاميرون، خاصة في مدينة دوالا. Je suis un fan de Mahrez à tous les niveaux. D'ailleurs, je suis venu là, quand ils venaient là, on m'a bloqué, je ne pouvais pas passer. J'ai appelé, mais il n'a pas compris. Il veut le maillot de Mahrez, c'est mon joueur, j'aime Mahrez.
لا صوت يعلو على صوت رياض محرز هنا بدوالا. الكل يعشق هذا اللاعب، الكل يريد أخذ صور مع نجم المنتخب الجزائري ومانشستر سيتي الإنجليزي. كريم بالعربي، قناة الجزائر الدولية، دوالا. تختتم غدا مباراة الجولة الثانية من البطولة الإفريقية بإجراء أربع مواجهات، أبرزها لقاء حامل اللقب المطالب بالتدارك أمام غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة، فيما يبحث المنتخب التونسي على فوزه الأول عند لقاء موريتانيا في مواجهة عربية خالصة. الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا ستكون حاسمة بالنسبة لمنتخبات المجموعتين الخامسة والسادسة، ففي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر وتونس للتدارك تحاول مالي، غامبيا وكوت ديفوار التأكيد، فيما تطمح سيراليون، موريتانيا وغينيا الاستوائية لإحداث المفاجأة والبصم على مشاركة مميزة. المنتخب الجزائري حامل لقب النسخة الماضية لم تكن بدايته مثالية بعد أن أجبره منتخب سيراليون المنظم دفاعياً على التعادل. تعثر الخضر المفاجئ في أول لقاءاته يجعل الناخب الجزائري مطالباً بإعادة فريقه إلى السكة الصحيحة عندما يواجه غينيا الاستوائية، منتخب كسب احترام المتتبعين بعد مباراة بطولية أمام كوت ديفوار رغم الخسارة بهدف وحيد. كوت ديفوار سيراليون هي ثاني مواجهات المجموعة الخامسة التي يسعى متصدرها منتخب الفيلة لتحقيق ثاني انتصار له قبل مواجهة الجزائر في قمة مباريات المجموعة، مهمة لن تكون سهلة أمام خصم عنيد استحق نقطة التعادل في مواجهته الأولى. وفي المجموعة السادسة يريد المنتخبان التونسي والموريتاني حصد أولى نقاطهما في المجموعة، خاصة بالنسبة لنصور قرطاج الساعين لتعويض خسارتهما الأولى التي صنع جدلاً كبيراً بعد حادثة غريبة كان لها صدى واسع. ويريد منتخب تونس نسيان هذا اللقاء والتركيز على مباراة موريتانيا، مباراة سيبعث الفائز بها حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. وسيكون عنوان لقاء غامبيا ومالي الفوز بصدارة المجموعة، خاصة وأن الفريقين يملكان 3 نقاط لكل منهما. إذن هي لقاءات ستختتم بها الجولة الثانية التي ستتحدد فيها بنسبة كبيرة ملامح المجموعتين في انتظار الجولة الأخيرة. أخبار الحصاد الرياضي تمت، أخبارنا لا تزال مستمرة، العودة إليك زميلي رمزي. شكرا جزيلا لك عصام. إذن مشاهدينا، تستأثر الجزائر بقائمة طويلة من المناطق الأثرية العريقة التي تلفت الأنظار، من بينها مدينة صفار، أعجوبة الدنيا الثامنة الواقعة جنوب البلاد، والتي يعود تاريخها إلى 20,000 عام قبل الميلاد. منظر بانورامي آسر تتجلى فيه قدرة الله وإبداع الإنسان، هذا ما يراه الزائر للغابة الصخرية التي تزدهي بها الحظيرة العالمية تاسيلي ناجر جنوب الجزائر. بنيان مرصوص يزينه الأحمر القرمزي والأصفر المتآكل المشرق عند بزوغ شمس الجزائر ليزيد رونقه مساء مع صعود قمرها. تلكم صفار الجزائرية، أعجوبة الكون والمتاهة التي لم تكتشف بعد تفاصيلها. متحف في الهواء الطلق تفرد بما يزيد عن 5,000 كهف و15,000 لوحة جدارية ورسومات مذهلة لشخصيات، رؤوس بشرية، حيوانات وأشكال هندسية تعكس تفاصيل ماتعة لظروف حياتية كاملة ومتكاملة للإنسان الذي عاش في هذه الأرض قبل آلاف السنين. مصنفة من قبل اليونسكو في العام 1982 كتراث عالمي كونها أكبر مدينة صخرية يعود تاريخها إلى 30,000 عام.
تراث ثقافي عظيم يعكسه الفن الصخري الفاتن النابع من تلك العلاقة الوطيدة التي تعود إلى عصور سحيقة جامعة البشر ببيئتهم ومعلنة عن حاضرة ساحرة بقيت صامدة لتنثر العرقة والتاريخ. نهاية الحصاد مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. ممثلون عن الفصائل الفلسطينية يصلون إلى الجزائر لتجاوز انقسام الصف الفلسطيني قبل القمة العربية المرتقبة بالجزائر. مخيمات اللاجئين الصحراويين، ثاني محطات المبعوث الأممي ديفيد ستورا في جولته إلى المنطقة. لقاء بين عاقل صالح وعبد الله اللافي بحثا عن توافق إضافي حول خارطة طريق جديدة تخرج ليبيا من أزمتها. إيران تؤكد انحصار القضايا الخلافية في مفاوضات فيينا، والصين تؤكد معارضتها للعقوبات الأمريكية. وتابعتم في الاقتصاد، التضخم القياسي يسقط الأمريكيين في الفقر والتقشف، وأزمة الرفوف الفارغة تجتاح المتاجر. شكرا لطيب المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.